المباراة الكاس دائما بتبقى بتحمل بعض المفاجآت، اكيد طبعا. اكيد وبالتالي نصيحتك لعيبة الزمالك والجهاز الفني المباراة القادمة مع أسوان. يعني هو انا بشوف انه اللعيبه، احنا عندنا مجموعه لعيبه محترفين كلهم وفاهمين، يمكن عارفين ابعاد كل المشاكل اللي بيمر بيها الفريق. يعني ما هماش مش شباب صغير، لا دول لعيبه كبار ولهم اسمائهم ولهم يعني مفروض ان هم يدافعوا عن اسمهم واسم النادي قبل اي حاجه تانيه. فالمفروض ان هو لما بيجي في بطوله زي دي تبقى فرصه بالنسبه له انه يصالح جماهيره ويعيد حساباته مع نفسه. يعني الجهاز الفني كمان محتاج ان هو يبدا يعيد ترتيب اوراقه من جديد بعد الماتشين اللي فاتوا دول، لانه كان في اخطاء فنيه الحقيقه. يعني كان في اخطاء في التشكيل، في اخطاء في لعيبه بتاخد فرص كتير، في غيابات اثرت برضه، وغيابات اثرت بعد الشيء. وبعدين انا كمان لسه شايف حتى وانت بتتكلم عن شيكابالا وعن طارق حامد وعن امام، ويعني برضه دول لعيبه مهمه جدا ولعيبه مؤثره. عمليه الاستشفاء بالنسبه لهم كلما كانت اسرع كلما كان ده في صالح الفرقه، لانه برضه الماتش مش سهل طبعا. يعني ما نقدرش نقول الفرقه اولا عندها دافع مهم جدا انها صعدت للدوري الممتاز وعادت مره اخرى يعني، وبالتالي هتبقى ند مش يعني مش سهل يعني، او خصم يعني منافس مش سهل، هيسعى طبعا بكل ما يملك من قوه ان هو يدافع عن حقوقه في تاهل ودي المباراه. ودي فرصه كويسه لاسوان انها تشوف لعبتها مع نادي كبير زي طبعا الزمالك بالظبط، من خلاله يقدر يشكل يقيم التيم بتاع الموسم القادم بالظبط، علشان لما هو هيعمل صفقات هيجيب لعيبه هيمشي لعيبه، فدي هتبقى تجربه بالنسبه له جدا، وانت بتلعب مع بطل الدوري. صحيح، فمساله مهمه جدا بالنسبه لفريق اسوان، وارجو انه بقى الزمالك ياخد المباراه بجديه شديده، لانه زي ما حضرتك اشرت كده ان مباراه الكويس دايما بتبقى فيها مفاجات غير ساره، فلازم يعني اعتقد ان لعيبه الزمالك مطالبين ان هم يعني يبقوا بشكل تاني مختلف، شكل مختلف، ناس تحس ان الفرقه دي علشان ما يبقاش احنا بنظلمها واحنا بنقيم، فلازم هم يدافعوا عن نفسهم ولازم يقدموا افضل ما عندهم، لانه الجمهور مش يعني بعد كده مش هيقبل اخفاقات تانية.